الرقابة راهي قائمة كل الميادين، وراكم شفتوا أخيرا زوز مصانع اللي وقفناهم، هذه تبرهن باللي فيه رقابة دائمة ومستمرة مع وزارة الصحة مع وزارة التجارة، رانا اليد في اليد نراقبوا كل ما هو إنتاج أدوية بالأخص الناس اللي راهي تلعب بصحة المواطن. واش دانا القضاء يا رجل؟ لازم أولا نوعيوا الناس، والتوعية هي أحسن طريقة، العدالة هي آخر الجماعة ياخذوا إنذار، إذا ما تبعوش الكلام اللي نقولوا عليه والتوجيهات العدالة تجي من بعد. واش دانا احنا ماذا بينا ننمو الصفوف؟ من أنا ما قصدي ماهوش باش جو سانكسيون لي زان لي زوت، قصدي نلم الصفوف ونجند كل المنتجين باش تكون فيه يعني مجهودات لتغطية احتياجات البلد، محتاجين لكل المنتجين. هناك سؤال آخر، يعني هناك كثير من الأحيان ينزعج مع دخول الأنسولين هنا في الجزائر، سقطة كبيرة جدا بالنسبة للجزائر وسقطة خاسرة بالنسبة. اسمع، اللي رايحين ينزعجوا من عندهم الحيوط يضربوا ريسانهم. احنا المهم خريطة الطريق نتاعنا هي إنتاج الأنسولين في البلاد، كما ننتجوا الأدوية الأخرين لأن البلد محتاجة للشيء هذا. أنا ما ناخذش بعين الاعتبار فلان وفلتان، احنا عندنا خريطة الطريق وقلتها لكم اللي خططها لنا السيد رئيس الجمهورية، وأنا مصمم باش نقوم بها إلى آخر نفس إن شاء الله. محتكرين يعني. نعم. يعني ضربة قوية للمحتكرين هنا في الجزائر، يعني قلوبيات يعني معششت هنا في الجزائر. يا ودي كما في كل القطاعات كاين محتكرين، بالأخص في الأدوية، فعلى بالكم الاحتكار من طرف بعض المخابر، ماهوش لازم اليوم نعاودوا تل لابو، ولكن اليوم احنا المهم رانا انطلقنا، الإنتاج راه موجود. والحمد لله. انفيريور ممثلة وزارة الصحة موجودة، رايحين إن شاء الله لكلارجين تكون تتعود، والفايت الفايت موجودة وإن شاء الله حتنشر لتعزز لي بريسكريبسيون تاع هذا. أنا اليوم نزيد على ما قالته الأستاذة، كل ما رايح ينتج هنا يكون نقص للمخابر الأخرين. آلات جديدة في المصنع نتاعهم نتكلموا عليها. كل منتج محلي تكون عنده الامتيازات في التعويض، تكون عنده امتيازات في المواد الأولية، تكون عنده امتيازات في كل ما هو تشجيع للإنتاج المحلي. هذا شيء طبيعي. Autre question, Monsieur le Ministre, par rapport au laboratoire Salam, on sait que des sanctions ont été émises de la part de votre département. Qu'en est-il par rapport à cette situation ? شوفي سارونت أنا كنت نقول هذا الشيء كل داخل في إطار الرقابة اللي رانا قايمين بها والحملات اللي نتنقل بها وستكون مستمرة. كل ما يتلاعب، كل منتج اللي يتلاعب بجودة الدواء سيكون يتعاقب حسب القانون، ولكن تعاود تكلمي على المخبر اللي تكلمتي عليه دار خطأ، سيت اون بتيت ايرور اللي با غراف، المهم صلح الوضعية نتاعو من بعد الانسبكسيون اللي قمنا بها، واليوم انطلق في الانتاج.
بدا ينتج، عطينا له تصريح باش يعاود ينتج، ولكن المخبر الاخر ميديكوم اون لوي ا روتيري ديفينيتيفمون ما يزيدش يدور بالدواء وصناعه الادويه. نعم مع الوزير في نفس السياق تاع الانسولين، هناك يعني قلت يعني شركه فرنسيه حاولت عرقل المصنع انه باه ينطلق. ما حاولتش، ما فهمتش مليح. كان عندهم الشريك نتاعهم مخبر اجنبي كان يتلاعب، هو شافهم وصلوا النقطة اللي ما ليهاش العوده ما هوش انسحب، دا يحاول لي تفطنوا اصحاب المصنع هم مشكورين تفطنوا يعني انفصلوا معه، والحمد لله هم داروه وحدهم بلا المخبر المذكور هذا. شكرا جزيلا. خلاص يلا صاحي.